الحمد لله كما تتشوفوا اليوم تلعبت واحد المقابله اللي هي مقابله قويه، تشكروا فيها المنتخب الوطني الموريتاني اللي قساو المنتخب الجزائري، تشكروهم بزاف. وحنا كمنتخب المنتخب الوطني المغربي ديالنا ان شاء الله اللي عنده واحد المقابله قويه يوم الاربعاء ان شاء الله اللي بتكون مع 8 العشيه على توقيت سان بيدرو، والتاسعه ليلا على التوقيت المحلي التوقيت المغربي ان شاء الله بحول الله. طلبوا من اللاعبين يجيبوا لنا هذا الماتش، هذا خصنا 3 بوان لان باش نلتحقوا باش نبقاو ان شاء الله بسبعه نقاط في المرتبه الاولى باش ندوزوا للدور الثاني ونلعبوا في هذه المدينه هذه ان شاء الله بحول الله. وتنشكروا جميع اللاعبين لان عرفناهم في الماتش الثاني، الماتش اللي لعبوا ضد المنتخب الكونغولي الله يحسن عوانهم لان كان طقس الحراره والرطوبه، وبالنسبه لنا حتى حنا كجمهور وكمشجعين في المدرجات كل شيء هي وحسن عوان اللاعبين اللي لعب اللي عنده واحد الضغط ديال الجمهور، الضغط ديال التيران والضغط ديال الحراره وديال الرطوبه. وان شاء الله تلتمناهم عند الله هذه المقابله الثالثه اللي بغات تكون المقابله اللي هي بغات تكون قويه ان شاء الله، غتكون في واحد التوقيت اللي بغات تكون التوقيت اللي ان شاء الله غادي يكون بارد، الشمس ما غاديش تكون، غادي تكون الرطوبه. وشكرا. كما تعرف الجميع عندنا مقابله غدا مع الثامنه مساء، ماشي بحال المقابله اللي دازت ديال جوج النهار كانت الصهد وكانت الرطوبه، وحنا دابا عندنا ثقه في اللعابه ومع وايد الكراكي دابا ما عندناش العذر ان شاء الله، غادي ندوزو للتومو ان شاء الله باش نرتبوا الترتيب ديالنا ونمشيو حتى النهايه ان شاء الله ونجيبوا ونفرحوا هذا الشعب المغربي اللي ما فرحش من 76. وتحياتي للعابه وتحياتي لوايد الكراكي وتحياتي بعد المنتخب الموريتاني اللي ربح المنتخب الجزائري. وسكت الكراغلا سكتوا واحد شويه يكمل القجع اللي ماركا لكم البيت، يكمل القجع اللي زاد لكم ديك 11 دقيقة، تحياتي وديما مغرب. الماتش ديال غدا هو ماتش سهل وسهل بزاف، والحظوظ ديالنا كونتر زامبيا اللي هي كثيرة وكثيرة بزاف، حيتاش غنلعبوا مع في الليل مع 8، ما غاتكونش رطوبة عالية نفس سان بيدرو حيت أنا الرطوبة راه عالية بزاف بحال الماتش اللي لعبنا قبل والماتش اللي لعبنا ما قبل منه، يعني غتكون عندنا حظوظ كثر. إن شاء الله يكون خير، حنا تيقين في اللعابة وعازمين على الفوز إن شاء الله. والمنتخب الجزائري ما اش غنقول لك كيبقاو خوتنا، بغينا لهم بغيناهم حتى هما يشدوا لك ياخذوا حتى هما يدوزوا معنا، ولكن ما كتابش ما عرفوش يجريوا الماتش. موريتانيا قدمت ماتش كبير وكنتمنوا لها حظ موفق في هذا لاكوب ان شاء الله. اولا وقبل كل شيء اقول للجماهير المغربيه مبروك التعادل مع الكونغو، لان الكونغو اقول للجماهير المغربيه من لم يعرف الكونغو، الكونغو فريق قوي من اعرق الفرق الافريقيه، كان كيتسمى الزاير، وثاني فريق بعد المغرب 1970 كيتاهل الكوب دو موند 1974. الكونغو فريق قوي بحال لعبنا مع نيجيريا، فريق متماسك، فريق له محترفين، ومن هذا المنبر تنقول بان التعادل ايجابي، وفي الساعه الثانيه وفي الحراره الجمهور سخط اللعابه محساك اللعابه، تنقول لهم مبروك وكملوا مع راسكم وحنا معكم. وغدا المقابله ان شاء الله ديال زومبيا غادي ننتصروا بها بفضل الله باش نهديو التاهل للاشقاء ساحل العاج كوت ديفوار، كيتسناونا هاد الوليمه اللي غادي يهديها لهم المغرب، والحفله غتكون في كوت ديفوار، ورئيس كوت ديفوار السيد حسن وتر المحترم غادي يفرح. تنقولوا للعابه ديالنا لعبوا الكره، راه كونغو راه قويه على زومبيا، فريق عتيد وقديم، لان الناس الكبار كيعرفوا ما معنى الكونغو الديمقراطيه.